بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين، بكل لمحه ونفس عبدنا وساوي الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وتشفينا بها من جميع الأمراض الظاهرة والباطنة، نحن وأحبابنا وذريتنا ووالدينا ومشايخنا وآل بيت نبينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وسائر المسلمين، وقنا السوء وسائر المسلمين بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. نسالك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء. اللهم انا ننزل بك حاجتنا، وان قصر ردنا وضعف عملنا افتقرنا الى رحمتك، فنسالك يا قاضي الامور ويا شافي الصدور، كما تجير بين الفتور ان تجيرنا من على لسانك ومن دعوه الفتور ومن فتنه القبور. اللهم ما قصر عن وحينا وضعف عن عملنا ولم تبلغ امنيتنا من خير، واتى احدا من خلقك وخير ان تمر في احد من عبادك، فانا نرغب اليك فيه، ونسالك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا رب العالمين لك مخبتين وبك مؤمنين وإليك مسلمين وعليك متوكلين وإليك مفوضين وفيك واثقين ولك مخلصين صادقين، وأعنا على ذلك ما حيينا واقبل ذلك منا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. اما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحديها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، المسمى جمع النهاية ببدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي القاهري مقاما ومقاما، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء كتبه وزواره وذريته بالدارين امين. الوجه السابع في الحديث 43، حديث اصل صلاه التراويح. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير. سيدنا زيد بن ثابت من علماء الصحابة الكبار، معروف علمه، درجة لما كان يركب الفرس سيدنا عبد الله بن عباس يمسك له الركاب اللي بيحط في رجله عشان يركب، فلما عمل فيه كده سيدنا عبد الله بن عباس قال له ناولني يدك، قال له لما تفعل ذلك؟ قال أمرنا أن نفعل ذلك بعلمائنا، فقال له ناولني يدك، فناوله يده صفحه فقبله، وقال ونحن امرنا ان نفعل ذلك بآل بيت نبيه. فالعلماء كده يعرفوا قدر الرجال، فربنا يكرمهم ويرحمهم. ولا يطلب انسان تالي القران الا سيدنا زيد بن ثابت له عليه يد، لانه الذي جمع القران في عصر سيدنا ابي بكر وعمر وسيدنا عثمان فرضي الله عنهم جميعا ونفعنا الله بهم وبلغه الله منا السلام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتخذ حجرة قال حسبت انه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من اصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج اليهم فقال قد عرفت الذي رايت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
وقلنا بالأمس أن الصحابة لما جمعوا الناس على صلاة التراويح وفهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليالي رمضان قيام غير القيام المعتاد طول العام، والقيام قدره 11 ركعة، والنبي جعل لرمضان 11 ركعة قيام غير قيام الليل المعتاد. فلما فهم الصحابة ذلك كانوا يصلون 20 ركعة وثلاثة ركعة، 10 ركعات اللي هي قيام رمضان ما يوتروش بقى عشان هيصلي بعدها قيام الليل المعتاد، وعشرة قيام الليل المعتاد ادي 20 وبعدين ثلاثة وتر، ادي اصل العشرين جت منين؟ ان رمضان مخصوص بقيام زائد عن سائر العام لشرف زمانه، انما طول السنة او القيام 11 ركعة. يجي بقى في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم حط له 11 تنسى، وكان يبدأ قيام رمضان بعد العشاء، وكان في غالب أحواله يبدأ قيام الليل بعد منتصف الليل بالأيام المعتادة. ومن هنا دي أصل بقى صلاة التراويح، إن الصحابة جمعوا قيام الليل مع قيام رمضان حطوهم مع بعض شهوة واحدة بقت 20 ركعة، وبعدين 3 وتر بقت 3، آدي أصل العشرين للي يفهم. لكن اللي بيكتفي ب 11 ركعة قام رمضان لكن لم يقم الليل، لكن قام رمضان فدي نعمة برضه. ولو صلى العشاء في جماعة وروح بيته وصلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، رحمة برضه. يعني المسلم طول ما هو مسلم ويحضر الجماعات هو في الخير والرحمة، وربنا فتح باب الاجتهاد لمن شاء، والاجتهاد أصلا ده بقوة الله وبحول الله وبفضل الله، أصلا لا بقوتنا ولا بحولنا، إذا أراد أن يظهر فضله عليه خلق ونسب إليه. يعني والله خلقكم وما تعملون، إذا خلق حتى عمل وفي الجنة يقول له إيه؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يبقى إذا أراد أن يظهر فضله عليه خلق ونسب إليه، فدي من رحمته به. قرأنا الوجه الأول والوجه الثاني والثالث والوجه الرابع والخامس والسادس في تعليق سيدنا أبي جمرة على هذا الحديث المبارك، واليوم نقرأ الوجه السابع. يقول: ويؤخذ منه فضل سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لما رأى اعتناء مولانا جل جلاله بتعظيمه لهذه الليالي بأن جعل جبريل عليه السلام ينزل عليه كل ليلة من رمضان يدرسه فيها القرآن ولم يفعل ذلك في غيره من الأشهر، زاد هو عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه زيادة للحرمة، وهو أن زاد فيه صلاة لم يفعلها في غيره وأظهرها لأمته بالفعل اللي هي صلاة قيام رمضان، لأن يقتدوا لأمته بالفعل، لأن يقتدوا فهذا يعني لكي يقتدوا، فهذا تعظيم الشعائر. وقد قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وبقدر تقوى القلوب تكون الفضيلة، ولا أحد أشد تقوى من سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله ليالي يعطي الكثرة، وتكثيره عليه السلام الليالي، وبعد ذلك قال لهم ما قال، لأن في الحديث بيقول إيه؟ أنه قال من حصير، يعني عمل حجرة من حصير داخل المسجد في رمضان فصلى فيها لياليا، يعني دليل الكثرة، يعني كثرة الليالي، ده التعليم، لأن التنكير يدل على الكثرة. وقول ليالي يعطي الكثرة وتكثيره عليه السلام الليالي وبعد ذلك قال لهم ما قال، دل على تعظيم عليه السلام للأمر والاهتمام به. يؤخذ ذلك مما استقرئ من الأحاديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الأمر عنده له بال يكرر القول به ثلاثة، تملي لما يبقى الأمر مهم النبي كرره ثلاثة حتى يعني يحفظه السامع أو ينتبه، لأنه ممكن تقول مرة يكون هو سرحان أو شيء من هذا،
فيقول إيه عدة مرات حتى ينتبه غير المنتبه وحتى يحفظ الذي يريد أن يعي القلب. إذا كان الأمر ديبان في القول يكرره ثلاثة، طب وهنا في الفعل؟ الأمر هنا الفعل بقى. أن صلى بيهم ثلاث ليال، يبقى حل الفعل حل القول، وفي الرابع ما طلعلهمش مخافة أن يفرض عليه، يبقى ماشي على سنتي في البلاغ اللي هي التسليس، سواء كان التسليس بالقول إن كان بلاغ قولي أو التسليس بالفعل إن كان بلاغ فعلي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ ذلك مما استقري من الأحاديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الأمر عنده له بال يكرر القول به ثلاثا، فلما كان هنا التعليم بالفعل اللي هي قيام رمضان ده فعل، كرره بالفعل أيضا كما كان يكرر بالقول كقوله عليه الصلاة والسلام يا معاذ فقال لبيك رسول الله وسعديك، فقال يا معاذ فقال لبيك رسول الله وسعديك، فقال يا معاذ ابن جبل هل تدري ما حق الله على عباده، يبقى حتى إيه نديله ثلاث مرات، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله، وده جزء من الحديث يعني بيبين ان هو التكرار، لان سنة النبي كثيرا كان يكرر القول الثلاث. فإنه عليه الصلاة والسلام لم يخبره حتى نداه ثلاثا وهو في كل مرة يجيبه، وكقول عليه السلام في حجة الوداع أي بلد هذا أي يوم هذا أي شهر هذا، فأعاد عليه الصلاة والسلام السؤال ثلاثا، وهذا كثير في السنة لمن ينظره يعني لمن يتتبعه. الوجه الثامن فيه دليل على أن قرينة الحال إذا كانت محتملة فلا بد من البيان بالقول ولا يجوز الاقتصار عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حاله الأول صلوا بصلاته وهو لم يخبى عليه أنهم صلوا بصلاته، هو داخل الحصير وهم خارجه صلى الله عليه وسلم، وأدرك أنهم يصلون خلفه لأنه لما خرج لهم في الليلة الرابعة قال إنه لم يخفى علي حاله، يبقى دليل أنه كان أدرك فعله، فكان قرينة حاله بإقرار لهم ثلاثة ليالي يصلون خلفه جواز صلاة النافلة في المسجد جماعة خلف إمام بينك وبينه ساتر إلا أنه لا يمنعك من المتابعة، ده فقه في حد ذاته. ثم بعد ذلك انقطع عنهم، فحاله عند الانقطاع في الليلة طبيعة يحتمل معاني كتير، يحتمل نسخ الحكم وأنه رفع استحباب هذا القيام، ويحتمل أنه مريض فامتنع عنه لمرضه، ويحتمل أي احتمال آخر أنه شغل بأمر آخر، فاحتملت احتمالات كثيرة بقرينة حاله وهو عدم خروجه الليلة الرابعة كما اعتاد في ثلاثة ليالي سابقة، فخرج لهم وبين لهم سبب عدم خروجه، يبقى لو قرينة الحال تحتمل أكثر من احتمال كان الواجب في البلاغ الخروج وتبليغ الأمة أحد هذه الاحتمالات ولا يترك الأمر معلق، فهمت كلام الشيخ؟ وده اللي عمله النبي، قال خفت أن تفرض عليكم، يبقى بين لهم عدم خروج العلة في إيه؟ خوف أن يفرض عليكم، ولذا الصحابة لما أمنوا ذلك بوفاة النبي استمروا عليه لأنه مش هيبقى في فرض بعد النبي، لكن أيام النبي وأيام التشريع كان لو استمر عليه قد تفرض على الأمة، فلما زالت علة الفرضية أو احتمال الفرضية بوفاة النبي وانقطاع الوحي واظب عليها الصحابة واجتمعوا عليها في المساجد. فيه دليل على أن قرينة الحال إذا كانت محتملة فلا بد من البيان بالقول ولا يجوز الاقتصار عليها، يؤخذ ذلك من أنه لما انقعد صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الليالي احتمل جلوسه أن يكون عن ضعف أو نهي أو غير ذلك، فاحتاج أن يبين بالكلام ما أوجب الجلوس. الوجه التاسع يؤخذ منه أن القرينة إذا كانت لا تحتمل إلا وجها واحدا قامت مقام الإفصاح وجاز الاقتصار، ولو كان قرينة الحال ما تحتملش إلا قول واحد خلاص مش محتاج بقى يفصل، زي لما قبل أن يهتموا به في الثلاث أيام الأولى ما قال لهمش بقى إيه حاجة فيها لأنها واضحة
ان سقوطه دليل الجواز. فقرنت حاله لما قابل ان هم يصلوا خلفه في الثلاثه ايام الاولى لا تحتمل الا الجواز، انه يجوز ان هم يصلوا خلف امام في نافله مجتمعين في ليالي رمضان. فلما ما تحتملش اكثر من هذا ما بينش فيها حاجه، سكت لانها واضحه. لكن لما امتنع عن الخروج في الليله الرابعه احتملت معاني كتير، فخرج وبين لهم امتناعي ولم يبين قبوله لي لاهتمامهم به في الثلاث ليالي الاولى. واضح؟ فهمت الكلام؟ لان دي كلها حاجات اصوليه العلماء الاصول بيستدلوا منها على قواعد التشريع من خلال حال النبي ومقال النبي وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، ليقعدوا منها قواعد. يؤخذ منه ان القرينه اذا كانت لا تحتمل الا وجها واحدا قامت مقام الافصاح، وجاز الاقتصار عليها فيما يقتضي مدلولها على الافصاح بذلك. يؤخذ ذلك من انه عليه الصلاه والسلام لما صلوا وصلوا معه لم يحتاج ان يقول لهم في ذلك شيئا، لان نفس الصلاه دلت على تعظيم الشعار نصا لا احتمال فيه. الوجه العاشر فيه دليل على ان المفضول قد يرجع فاضلا، المفضول اللي هو الاقل في الفضل والفاضل اللي هو الاعلى في الفضل في الثواب. يبقى عندنا عبادتين، عباده ثوابها عالي قوي يسموها فاضله، وعباده ثوابها اقل مفضوله. ان احيانا يبقى المفضول يصير اعلى من الايه؟ من الفاضل احيانا لما يكون في اسباب. فهمت؟ عشان كده بيقول فيه دليل على ان المفضول قد يرجع فاضلا، يعني بأفضل إذا جاءت علة. امتناع النبي كان الأفضل يصلي ولا الأفضل يقعد؟ يصلي بالإجماع، لكن لما قعد كان في علة إن هو مخافة أن تفرق، فصار قعوده أفضل من قيام، فتحول المفضول إلى فاضل. فهمت بقى المسألة؟ لعلة البلاغ والبيان، والنبي مأمور بالبلاغ والبيان. فلو استمر على الفاضل على طول لكان بلاغه دل على انه واجب، ولكن امتنع ليدل على انه مستحب، فصرف الوجوب الى الاستحباب. يبقى عند صلاته كان فاضلا في الافضل، وعند انقطاعه كان ايضا في الافضل. فحال النبي في الافضل على طول، مفيش حاجه في حال النبي تقول ايه كان هنا افضل كان يعمل كذا من اللي عمل، لا، كل حاجه عملها النبي هي افضل شيء في حقه. حتى لما سهى في صلاته كان افضل شيء في حقه ان يسهو في صلاته وليس نقصا فيه. ليه؟ لان سهوه علم الامه من خلاله كيف يصنعون في صلاتهم اذا سهوا، فدخل فيها البلاغ ايضا. وعشان كده لا يوجد في حال النبي اصلا حاله مفضوله، بل كل حالاته فاضله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله. فيه دليل على ان المفضول قد يرجع فاضلا اذا جاءت عله تدل على ترفيعه، يعني رفعه. يؤخذ ذلك من جلوسه صلى الله عليه وسلم عن وقت هذه العباده، والعباده في هذا الوقت افضل. فلما كان جلوسه عليه السلام من اجل التعليم وتقييد الاحكام ارفع العبادات، يعني من اجل التعليم وتقييد الاحكام، يعني بيان رتبه الحكم دي ارفع العبادات. فيبقى قعوده بيبين رتبه حكم القيام اللي في الايام السابقه انها ليست واجبه، وتقييد الاحكام ارفع العبادات. فمن اجل زياده هذه العله رجع المفضول فاضلا، والمفضول هنا هو القعود والفاضل هو القيام. واضح؟ الوجه الحادي عشر فيه دليل على انه اذا اجتمعت للعبد عبادتان لا يمكن في الزمان الجمع بينهما، اخذ الاعلى اللي هو بقى ايه؟ ترتيب الصوفيه عموما اللي يسموه عباده الاولويات، يسموه عباده الوقت. يبقى كل وقت فيه عباده اعلى من الاخرى، فتختار في كل وقت العباده الاعلى. واضح؟ لعباده الاولويات. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين للناس أهمية قيام هذه الليالي قام وقاموا خلفه وأقرهم عدة أيام، ثم لما أراد أن يبين لهم أن هذا القيام ليس واجبا عليهم قعد ليلة. واضح؟ يبقى الأولى في أيام القيام أن يقوم، والأولى في زمن القعود أن يقعد، فاختار الأولى في كل حال
لأن عند القيام يقرر الحكم أنه مستحب، وعند القعود يقرر الحكم أنه ليس فرض. واضح؟ فيه دليل على أنه إذا اجتمعت للعبد عبادتان لا يمكن في الزمان الجمع بينهما. يعني أنا أقعد أصلي على النبي ولا هو أصلي الظهر؟ يقام لصلاة الظهر يا جماعة. أقعد أجيب السبحة بقى أقعد أصلي على النبي، وصلاة الصلاة على النبي أفضل العبادة. يصلي على النبي مرة ربنا بيصلي عليه 10. يقوم الناس تبقى بتصلي الظهر وأنا قاعد بصلي على النبي. اسمه كلام. وقت صلاة الظهر وعند الإقامة فالمكتوبة هي الأفضل. واخد بالك؟ فما نشغلش بالأدون دون الأفضل. لأن عبادة الوقت عند إقامة الصلاة هي المكتوبة. ما نشغلش حتى بالنافلة. إذا أقيمت المكتوبة فلا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. مش الحديث كده؟ يبقى بيبين لك الرسول صلى الله عليه وسلم إنك أنت لازم تراعي إن لكل وقت عبادة. لكل وقت عبادة. عشان كده سيدنا المرسي أبو العباس المرسي قال لسيدنا أحمد بن عطاء في أول مقابلته له، قال له إيه؟ قال له إن أحوال العبد على أحوال، إن كان في حال النعمة فعبادتها الشكر، وإن كان في حال البلاء فعبادته الصبر، وإن كان في حال المعصية فعبادته التوبة. يبقى كل عبادة، وإن كان في حال الجهل فعبادته التعلم. يبقى كل حال للعبد في حاجة الأفضل، وإن كان في حال العمل فعبادته إيه؟ الإتقان. وإذا كان في حال الدراسة ملازمة العلماء علشان يتعلم، وهكذا. يبقى كل حال له وقته. وإذا كان مع والديه فالحال يرضاهم وبرهم، وإذا كان مع الزوجة فالحال تفقد أحواله وأن يكون قائما عليها. يعني إيه؟ يعني للرعاية، قيومية رعاية وعناية ونفقة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله على بعضهم على بعض، لأن فضل الرجال بالقوة والقدرة على السعي أكثر من النساء، فجعلهم قوامون عليهم يعني قائمون على رعايتهم، مش قوامون عليهم يعني ضربون، لا، قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لأن في الغالب العام بيبقى الراجل هو اللي مع المال والمرأة محتاجة من ينفق عليها، فصارت القوامة من أجل هذا، من أجل أن الرجل أقدر على العمل وأقدر على السعي. فلما كان أقدر على العمل وأقدر على السعي صار هو الذي يقوم على رعاية المرأة. واضح؟ فيه دليل على أنه إذا اجتمعت للعبد عبادتان لا يمكن في الزمان الجمع بينهما أخذ الأعلى. يؤخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم آثر القعود على الخروج إلى الصلاة لأنه أفضل، إذ هو لتقعيد الحكم وبيانه. الوجه الثاني عشر، فيه دليل على صدق الصحابة رضي الله عنهم في نقله. يؤخذ ذلك من قوله حسبت لما وقع له شك، قال لما وقع له شك قال حسبت. لما بيقول اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة في المسجد حسبت أنها من حصير، يعني أظن أنه قال أنها من حصير. طب كان ممكن يقول حجرة ويسكت وخلاص انتهيت، ما هو تحتمل يبقى حجرة يعني إيه؟ يعني بناء، وتحتمل أنها تبقى من قماش، وتحتمل أنها تبقى من حصير، تحتمل أنها تبقى من صوف أو من شعر، تحتمل حاجات كتير. والصحابي حددها وهو نسي، لما حددها هل يا ترى حصير ولا قال من صوف ولا من شعر، اختلط. بس عنده غالب ظنه انه قال حصير، فقام قال ايه حسبته انها حصير، يقوم يبين ويبين انه مش متاكد، ويبين ان الصحابي بينت، ويبين ان هي احتمال انها تكون دائمه كحجر مش موجود. كل ده دقه بالبيان. ما هو كان ممكن يقول لك انا دام ناسي دي مش هجيب سيرتها، اتخذ حجرة في المسجد فصلى فيها ليالي في رمضان. اسكتوا، حلو كلام جميل، لكن ما فيهوش الدقة البلاغ. فده يقول لك على ان الصحابة كان عندهم دقة، عشان كده ربنا اختار هذا الجيل. عارف لو احنا الجيل ده كنا احنا اللي مع النبي كنا لخبطنا الدنيا ونقلنا دين تاني، كل واحد حسب فهمه. والله عشان كده ربنا اخرنا،
لأننا لا نصلح. عشان تعرف ان الصحابة دول جيل ربنا نظر للعباد فوجد افضلهم خلى النبي، ثم من يليه باقي الانبياء، ثم من يلوهم من صحابة الانبياء جعلهم صحابة نبيين، هم افضل صحابة النبي، افضل من الحواريين وافضل من النقباء بتوع سيدنا موسى وافضل وافضل كل. فالصحابة دول جيل لا يتكرر، حتى ان العاصي منهم فعل الكبيرة نتعلم منه. يعني هات العاصي مثلا، الست اللي زنت النبي يقول عليها ايه؟ لقد تابت توبة لو وزعت على اهل المدينة لوسعتهم. يعني حتى الزانية من الصحابة نتعلم منهم رضي الله عنه، من الاولياء الكبار. فما بالك بقى عباد الصحابة، صالح الصحابة، مجاهدي الصحابة. اذا كان الضعيف فيهم اللي كان يشرب خمرة، نعيمان كل شوية يقضوا عليه سكران والنبي يقيم عليه الحد، ثم مرة يقضوا عليه أم قال إيه؟ لا تعينوا الشيطان عليه إنه يحب الله ورسوله، ما تدعوش عليه. حتى مدمن الخمر فيهم النبي بيدافع عنه، عشان تعرف إن جيل الصحابة ده جيل لا يتكرر. جيل يعني إحنا عايشين على ببركتهم وببركة بلاغهم إلى الآن، نقرأ القرآن دلوقتي زي ما النبي أراه بالأحكام، حتى بصفة الحرف، مش كلمة وخلاص، لا ده ازاي تقراه، مدة النطق، طريقة المخرج، يعني شوف دقة بلاغهم. ولا كان عندهم مطابع ولا جهاز تسجيل ولا عندهم كل وسائل ضياع القرآن متوفرة الحمد لله، لأن ما كانش عندهم لا ورق ولا تسجيل ولا مطابع، ويدوب يسمعوا وأغلبهم لا يقرأ ولا يكتب. ومش كده وبس، وبعد وفاة النبي انطلقوا في البلاد يموتوا ويجاهدوا في سبيل الله، يعني الحفاظ عليهم يموتوا كمان، يعني كل وسائل ضياع القرآن متوفرة والحمد لله، ورغم من ذلك ربنا يحفظهم. ودي آية كبيرة من آيات الله أن يحفظ لنا هذا الشرع الشريف، بالرغم أن كان العصر كله عند دراسة أحوال العصر بتاعهم تقول هذا الدين ده هيضيع فيه، لكن شوف سبحانه. عشان تعرف قد ايه الصحابه دول صحابه، صحيح ايه يقول لك الصحابه الكرام، فعلا كرام، كرام في ذاتهم وكرام في صحبتهم للنبي. فهنا علشان كده يقول لك ايه، فيه دليل على صدق الصحابه رضي الله عنهم في نقدهم، يؤخذ ذلك من قوله حسبت لما وقع له شك قال حسبت. الوجه الثالث عشر، فيه دليل على انه ان لم يصلي هذه الصلاة معه، أنه لم يصلي هذه الصلاة معه صلى الله عليه وسلم إلا البعض من الصحابة، مش كل الصحابة، لأن مجموعة بسيطة أول ليلة، وبعدين قالوا البعضون فاجتمعوا أكثر، ثالث ليلة ازدحم المسجد كله لأن انتشر الخبر. يبقى دليل إن بعض الصحابة هم اللي صلوا، مش كل الصحابة اللي صلوا معه. يؤخذ ذلك من قول ناس من الصحابة، وهنا بحث في قوله لما علم بهم، كيف يجتمع هذا مع قوله عليه السلام قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، والانفصال عنه إن يقول إن معنى علم بهم هنا أحد وجهين، لما علم بهم أصله بيقول أنا عرفت لم يخفى علي صنيعكم، والثاني يقول لما علم بهم، يعني هو كان قبل كده لا يعلم. خد بالك ما تقولش يا جماعة، اختار اللفظ كويس، تتكلم عن النبي، في ناس ما تعرفش اللفظ ده، هو لا يعلم يعني يجهل، بس لما تتكلم عن النبي تقول لا يعلم، تقولش يجهل. يبقى لما تيجي تتكلم على النبي لازم تختار اللفظ، لان ده مقام عالي، واللي ما يعرفش يراعي المقامات ما يتكلمش على النبي، يقعد ساكت احسن، لانه قد يقول الكلمه لا يلقي لها بالا تكون من سخط الله يهوي بها. وسمعنا ناس كتير متصدرة لا تراعي الأدب عند وصف النبي أبدا للأسف، فما ينفعش. عدم التصدر لهؤلاء أفضل لهم في دنياهم وأخرهم، حتى يتعلم الأدب واختيار اللفظ لما يتكلم على مقام النبوة. فبيقول إيه، ليه قال إنه لم يخفى علي صنيعكم، والتاني يقول لما علم. لما علم يحتمل إنه لم يعلم أولا، احتمل. طب ايه الجمع بينهما؟ بيقول احد وجهين، اما ان يكون اخبره بصلاتهم معه احد منهم فظاهر حالهم يقتضي انهم عزموا على دوام العمل معه عليه الصلاه والسلام
فيكون علم بمعنى تحقق من قرينة حالهم الدوام. ومما يزيد هذا المعنى إيضاحا ما جاء أنه أول ليلة صلى معه قلائل ثم حدثوا به في اليوم من صبيحة الليلة فكثر الناس فكانوا في كل ليلة يتزايدون ويكثرون. فهذا أقوى دليل على العلم بأنهم قد عزموا على الدوام معه وهو عليه الصلاة والسلام من أول ليلة قد عرفهم وما تزايد فيهم كل ليلة. ويترتب على هذا من الفقه أنه من داوم على شيء نسب إليه وحكم له أنه من أهل. وقوله جعل يقعد فخرج إليهم معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام بعد عن الخروج حتى ذهب الوقت الذي كان عادته عليه الصلاة والسلام يخرج إلى تلك الحجرة ويصلي فيها فخرج عقب ذلك الوقت إليهم لأنه أتى بالفاء التي تعطي التعقيد دون مهلة وخرج إليهم لا للحجرة التي كان يصلي فيها. ويؤخذ ذلك من قول إليهم لأن تقرير الحكم لا يكون إلا بالمشافهة يعني خرج ليهم يشافرهم ويعلمهم ليه ولم يكن صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع عشر فيه إشارة صوفية. يبقى عرفت الجمع بين لم يخف علي صنعكم ولما علم يعني لما علم أنهم يكثرون وأنهم يعزمون على الدوام لكن مش معناه أن خف عنهم حالهم الأول. لا هو حالهم الأول عارف بس كان عددهم بسيط فابتدوا يزيدوا 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 كأنهم يعني ناويين يلو. فقعد بقى النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفرض عليه صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع فيه إشارة صوفية وهي أن صاحب الحال المتمسك بالأحكام هو في تجلي ومخاطبات. وهذه كانت حال سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم عند تلاوة القرآن. يعني تقول ما أنت في عبادة ربك أنت في حال تجلي وفي حال مخاطبة في السر لأن لا يسمح لك أن تذكره إلا وهو يذكره قال اذكروني أذكره. فلا بد يبقى في تجلي ظاهر في حال كل عبادة من الله على قلب من يعبده في هذه اللحظة. فما تفتكرش أن قراءتك لسورة مثلا الطه اللي قريناها النهاردة زي سورة الطه اللي قريتها مثلا في الختمة اللي فاتت أو الختمة اللي قبلها. لا ما فيش حاجة زي ده. لا تجلي جديد ومخاطبة جديدة وفضل جديد فوق الفضل القديم لأن تجلي الله لا يتكرر بل تجلي الله متفرد. كل تجلي تجلي جديد وكل مدد مدد جديد لا يشبه المدد السابق خالص. والذي يدرك ذلك أهل الإشارات. إنما اللي مش واخد باله من الإشارة يقول لك ما ده سيدة 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 هو ده لجهلي بربي ولجهلي بدقة إشارات ربي التي لا يدركها. وعلشان كده يقول لك ان اهل الاحوال واهل المقامات في تجلي باستمرار. حتى المقام عند الصوفيه وهو استمرار الحال مش معناه استمرار الحال نفس الحال لا معناه انه يبقى حاله في هذا المقام متجدد التجلي بتجلي جديد يتعمق في نفس المقام لكن مش معناه مستمر. يعني مقام الرضا اسمه مقامه في حال الرضا الحال لا يدوم دوام الحال من المحال. وغالب الحال أنه وهبي لا كسبي وغالب المقام أنه كسبي ولا وهبي واضح يعني باكتساب العبد وأنه يدوم المقام يدوم يعني يتوالى الإمداد فيدوم والحال لا يدوم لأنه يأتي لمحة من الإمداد ثم ينصرف. يبقى دي أحوال وفي مقامات. فيه إشارة صوفية وهي أن صاحب الحال المتمسك بالأحكام هو في تجل ومخاطبات. وهذه كانت حال سيدنا صلى الله عليه وسلم عند تلاوة القرآن. إذا مر بآية رحمة سأل الله وإذا مر بآية عذاب استجار وإذا مر بآية تدل على صفة من صفاته جل جلاله من خلق وقدرة وعظمة سبح. يعني يتفاعل مع القرآن مش تسجيل هو وشغال لا لا يتفاعل مع الآيات صلى الله عليه وسلم ويراعي المعاني. يقول له مثلا قل رب زدني علما يقول رب زدني علما واستغفر الله يقول استغفر الله سبح اسم ربك الأعلى وسبحان ربي الأعلى. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد.
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. وهكذا. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. وهكذا. يبقى يتفاعل مع القرآن باستمرار. فكان عليه السلام كل آية تمر به يتصف بالوصف الذي يجب لمن يخاطب في الحال بتلك الآية. يعني النبي يتلبس حال الآية فيقوم يعتبر الحاية دي الآية دي جاية له دلوقتي هيجاوب عنها يقول ايه؟ يجاوب. يبقى باستمرار يتلبس حال الخطاب في كل لحظة ويجاوب بما يقتضيه الأدب. ومثل ذلك قال عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم حين قرأ عليهم الرحمن وهم سكوت فقال لهم ألا تقولون ما قالت الجن حين سمعوها؟ قالوا وما قالت؟ قال كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ودي برضو من ضمن الحديث الغرائب السنة وهي أن الإنس تعلموا من الجن. دي من غرائب السنة لأن الغالب الجن يتعلم الإنس. دي غالب الحال القاعدة إن الجن مشايخهم إنس يتعلموا منه داروا الدروس ويسمعوا وأحيانا يجوا على هيئة محسوسة عشان يسمع وأحيانا يوحوا لبعض أوليائهم السؤال اللي ببالهم عشان يتسهل يقوم إيه يسمعوا إجابته. دي طرق تعلمهم لأنهم مسلمين وعندهم أحكام وعايزين يعرفوا. ده في الغالب الأعام. لكن في النادر إن الجن هو اللي يعلمنا زي دي. دي من نوادر السنة وهي من لطائف السنة زي ما تعلمنا من إبليس بحديث أبي هريرة كده برضو لما كان بيحرس التمر ويجيله كل يوم إبليس ياكل كوش يقبض عليه يقول له هوديك للنبي يقول له لا معلش الدين انا عندي عيال ده انا غلبانه يسيب ثاني يوم يلاقيه ثالث ليله قال له مش هسيبك انا هوديك قال له طب انا اقول لك حاجه وتسيبني لو قريت آية الكرسي يبقى عليك حافظ لا يأتيك أحد. فقام راح سيدنا أبي هريرة حال يعني حاكى القصة دي للنبي وهي رواية أبي هريرة عن إبليس. دي من رده من نوادر السنة إن إبليس يروي الحديث. دي كلها لطائف في السنة لما تقعد تقرا في السنة كده تطلع منها لطائف. وبعدين المشكلة واسط والنبي أقر إبليس قال له إيه صدقك وهو كذوب لكن دي صدق يبقى تعلمنا منه ولا تعلمناش؟ تعلمنا منه. والنبي روى عن سيدنا إبراهيم برضه من لطائف السنة مش قال إيه أقرئ أمتك مني السلام وأبلغهم أن التربة أن الجنة طيبة التربة وغرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. يبقى تعلمنا إحنا غرس الجنة من سيدنا إبراهيم نقلا عن النبي. يبقى الحديث قال رسول الله عن إبراهيم قال بالرغم إيه؟ يبقى ما كانش فيه الزمن ليس حجابا مع النبي ما عندوش حجاب الزمن. ده يروي عن سيدنا موسى يروي عن سيدنا إبراهيم يروي عن نبي آدم يروي عن سائر الأمم السابقة ويحكي لنا يقول لك كان في من كان قبلكم رجل بجعل وقصص كثيرة في من قبلكم دي مع أنهم كانوا عايشين في أمم سابقة يتكلمون لغة غير اللغة ويتعبدون بشريعة غير الشريعة ولا يخفى حدهم على النبي صدق. كل دي من غرائب السنة. فلما تيجي تعيش في السنة كده وتقرأ وتطلع منها علوم تجد إن السنة دي لا تخلو من علوم عجيبة تغيب على إيه؟ على اللي بيطالعها بسطحية. فهنا برضو بنتعلم من الجن. الرسول صلى الله عليه وسلم بيبلغنا إنه لما قرأ سورة الرحمن على الجن جاوبوا إجابة عجبته فأقرهم عليه. قرأ سورة الجن على الصحابة لهم سكتوا قال لهم مش تعملوا زي إخوانكم الجن قالوا كذا وكذا فخدناها من الجن نقلا عن النبي أعدل الرواة صلى الله عليه وسلم. زي النبي لما يروي عن ايه؟ عن سلمان الفارسي قال صدق سلمان ان لبدنك عليك حق مش كده برضه قال صدق سلمان. ففي حاجات كتيره تجدها في السنه لطيفه يعني. فقال لهم الا تقولون ما قالت الجن حين سمعوها؟ قالوا وما قالت؟ قال كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقولون ولا بواحدة منها يا ربنا. آلاء جمع إيه؟ جمع ألو وهي النعم. جات مرة في امتحان لغة عربية مش عارف سنة ثانوية عامة ولا مش عارف حاجة كده قال له آلاء مفرد آلاء
فكثير من الايام ما خدتش بالها هي قالوا تبقى جمع آلاء ده بيسموا بناتهم ساعة آلاء كده برضو. فآلاء دي لما تخلف عيال بقى يبقى مفردات بقى يبقى بناتها قالوا تمشي يعني فكناها. يقولون ولا بواحدة منها يا ربنا. فانظر حسن تعليمي صلى الله عليه وسلم وإرشاده لحسن الأدب مع الربوبية. لحسن هو كاتب تحسن هي لحسن الأدب مع الربوبية مع غنائه عن الكل وجلاله. الوجه الخامس عشر فيه دليل على جواز أخذ ما لا بد منه من الدنيا وأيضا عون على التزود للآخرة. يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام فصلوا أيها الناس في بيوتكم. فلولا اتخاذ البيوت ما قال لهم صلوا في بيوتكم. يبقى معناه ان يبقى ليا بيت ده مش معناه ان انا يعني غير زاهد. لا هو البيت ده شيء ضروري من ضرورات الدنيا لانه يعينك على الخلوه مع ربك ويعينك عن تستر نفسك وعورتك عن الناس ويعينك انك انت تبقى امن في سرك. فيبقى اتخاذ البيوت دي امر ضروري ولا يمنع الصبر. فلولا اتخاذ البيوت ما قال لهم صلوا في بيوتكم فإضافتها إليهم تقتضي جواز اتخاذها وأنها عون على الآخرة لأنه يخلو فيها بعبادته ومناجاة معبوده بلا مشوش يشوش عليه إلا المحمود. المحمود لا يشوش عليكم كل حتة حتى إن شاء الله تبقى قلت المية والحمد يعني من بلاء الزمان. وعايزين بقى نعمل كده ايه نبين للناس آداب الاتصالات الآداب الإسلامية بالاتصالات الهاتفية علشان ايه اما يطلب لازم يختار الوقت المناسب مش يختار مثلا وقت غريب كده ما يطلبك ما ينفعش. وانه لما يطلب ورنة والتانية والتالتة وما ردتش يقفل مش تلاقيه 16 مست كل ورا بعض يعني جنان كأنه بيجننك. فدي مش من الاداب حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال استأذن ثلاثا فان لم يؤذن لك فانصرف. يبقى معاك مش مناسب. يبقى ثلاثا يعني ايه ثلاث رنات وقفل واعتبر انه بيصلي. فشوف كده بيصلي يعني 10 دقايق يكون خلص صلاه بعد ما يكون بيصلي مسجد الاشراف اديله ساعه. انما في غير مسجد الاشراف 10 دقايق حلو بعد 10 دقايق طول يكون خلص او في الحمام يمكن يطلع او اذا كان جراح متعقب يعمل عمليه يديله ساعه مش كده برضه يعني احتمالات كتير. وبعدين تطلب تاني بعد نص ساعه او 10 دقائق ثلاث رنات ما ردش اذن استنى نص ساعه كمان ثلاث رنات ما ردش ما تطلبش النهارده مش مناسب. ده انا ساعات اقفل التليفون بتاعي وقت صلاه عشاء مثلا واجي افتحه الاقي ايه 20 مسد كول وقت العشاء 20 مسد كول ليه؟ عامل اوتوماتيك ريدايركت يعني بيحط الاعصاب ليه كده حرام عليك. ده انت لو سايق تعمل حادثه صح ولا لا؟ فنبطل بقى كده يا مسلمين اتقوا الله في بعضكم البعض. يبقى البيوت ميزتها انها لا تشويش فيها ولكن دخل التشويش مع التليفونات وعدم مراعاة الأداب. وكذلك ما يكون من غيرها من ضرورات البشرية إذا كان على لسان العلم والقصد به العون على الطاعة حالا لا دعوة فإنه في الحقيقة كل آخرة محمودة. وقوله فإن أفضل الصلاة وتكون الألف ولمنا للجنس. أفضل الصلاة مطلقا في البيوت ما لم تكن مكتوبة ثم بعد ذلك في صلوات أخرى شرعها الشارع الأفضل فيها الجماعة بعد ذلك زي التراويح وزي صلاة العيد زي صلاة الكسوف والخسوف زي صلاة الاستسقاء. كل دي صلوات نوافل إلا أنه يعني يستحب فيها الجماعة. الوجه السادس عشر فيه دليل على في دليل كلمة دليل دي سقط عندك فيه على جواز فيه على جواز أصلا عندنا سقط
النسخه بتاعتي دي اصلا مليانه اخطاء لكن نصيبي فمش عايز اغيرها لانها من نصيبي واللي يقدر نصيبه وربنا يبارك له فيه. فيه دليل على جواز الصلاه المكتوبه في البيوت يؤخذ ذلك من قول افضل لان باب افضل لا يكون مع المنع. يعني معناه ايه اما يقول لك افضل؟ معناه ان لو صليتها في البيت برضه ايه مفضول يعني حلو برضه. كنا نقول افضل يعني معناه لو صليتها في المسجد برضه حلو بس الاحلى لكن في المسجد حلو برضه. فاهم؟ افرض انت في البيت عندك عيال كتير وقلق ومراتك رغاية ولو هتروح تصلي السنه هيستلموك مش هتخلص هتضيع عليك السنه. صليها في المسجد يبقى انت صليها في المسجد بالنسبه افضل تبعد عن التشويش. فاهم؟ لان صار البيت عندك تشويش. واضح؟ يبقى الحكايه تختلف احكامها على حسب. فيه دليل على جواز الصلاه المكتوبه في البيوت ويؤخذ ذلك من قوله افضل. افضل الا المكتوبه معناها المكتوبه لو صليتها في البيت كويس برضه لكن الافضل تصلي المكتوبه في البيت. وانك انت صلاه النافله لو صليتها في البيت افضل لكن لو صليتها في المسجد كويس احسن ما تصليش خالص. فانت ممكن تقول انا هصليها في البيت تروح البيت تلاقي 100 عوائق بقى مشاغل جات لك وبتاع وتاجل تاجل تاجل لحد ما يجي الوقت اللي بعده ما صليتش الصبح. واكيد بتحصل كتير لينا كده. لكن لو لقطها في المسجد على طول خلاص الحمد لله مفيش تشويش. لان باب افضل لا يكون مع المنع. وفيه من الفقه ان النافله تجوز في البيت وفي المسجد وهي في البيت افضل الا ما كان من تهجد رمضان. تراويح رمضان في المسجد افضل لانها فيها اظهار شعيره وفيها تشجيع المسلمين وتكسير سواد المؤمنين العباد وفيها احتمال القبول اكثر لان مع الجماعه يبقى فينا واحد صالح ان ربنا يقبل الناس كلها عشانه ويبقى فيها حضره الملائكه بتامن وفيها كمان انك انت تشجع الناس بوجودك معاهم. من كثر سواد قوم فهو منهم. كل دي المعاني دي موجوده فيه الا ما كان من تهجد رمضان كما قلنا. ونضيف على الشيخ كمان وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة ايه الخسوف والكسوف. كل دي سنن والافضل ان تكون في الجماعة. هذا اذا لم تكن هناك علة. يبقى صلاة النافلة في البيت افضل ما لم يكن هناك علة. العلة ايه؟ وان كانت هناك علة رجع المفضول فاضلا. مثال ذلك ان يكون للشخص في منزله من يشوش عليه ولا يمكن له معه صلاة. بيته فوق قهوة ساكن سيبت أنا في اسكندرية شقتي في اسكندرية تحتية قهوة طول النهار شغالين حاطين بتاع سماعة قد كده يعني الصوت يطلع منها يدخل جوه قلبك يطلع من ظهرك. هتصلي ازاي؟ وانت قاعد بتعمل كده الصوت ده تشويش بقى. فهمت؟ لو كان بيتك مثلا في التشويش ده او مثلا تحتك مصنع او حداد او قاعد يدق او محل طعميه وقاعد بتاع عابد بايه بتهرس الفول علشان يعمل الطعميه. كل دي مشوشات بتضايق الانسان. فاهم؟ يبقى لو كان عندك مثل هذه التشويشات يبقى تصليها في البيت في الجامع بقى احسن. فاهم؟ او عندك ربنا باعت لك جيران فاتحين الراديو على اخره طول النهار تيجي تكلمهم وانت هتتدخل في خصوصياتنا ولا ايه؟ ما هو شكل بقى في جيران شكل ما تقدرش تتكلم تعمل ايه؟ وبعدين ربما كمان يكون عندهم سلاح ميري خدوه ايام الانفلات الامني. واخد بالك؟ والله الوقت الاعيره الناريه دلوقتي طلقات الاعيره الناريه كل شويه في المستشفى. احنا عندنا مثلا من امبارح لحد دلوقتي 5 حالات عيارة نارية في ناس مدنيين عاديين. خناقات بسيطة بين بعض الناس يجي لك عيار نار. حاجات بقى جنان يعني. فافرض جارك من الناس دول اللي هو معاه سلاح وشايله كده ومولع الراديو. طبعا انت تخبط عليه تقول له عليه شوية لو بدل ما يأذيك ولا كل دي مشوشات. فتابع عن التشويش. فاهم؟ يبقى ساعتها تصليها في المسجد احسن. ولو كنت من الافاق
وبتزور المدينة يبقى في مسجد النبي أفضل من أنك تصليها في الفندق بينك برضه، وفي الكعبة أفضل من أنك تصليها في البيت اللي قاعد في مكة. كل اللي إذا كنت راجل من الآفاق من إيه يعني إيه مش من المقيمين هناك، حياتك مش هناك، واضح؟ كل دي أدلة من الشرع إن الأمر قابل للتخصيص لعلل معينة، وإن هو ينفذ إذا وجدت العلة، فإذا صرفت العلة يبقى صرف الحكم إلى غيرها. ودي عايزة نظرة فقهية دقيقة علشان تعرف متى تنزل الحكم ومتى ترفع الحكم. وإن كانت هناك علة رجع المفضول فاضلا، مثال ذلك أن يكون للشخص في منزله من يشوش عليه ولا يمكن له معه صلاة، فالمسجد إذاك أفضل له، ويجوز الفريضة في البيت وفي المسجد. طب وممكن يبقى صلاته في البيت أفضل في الفريضة؟ لأن أصحاب العذار عنده انفلات ريح، عنده انفلات بول، سلس بول، عنده جرح في رجله ولفه وشارر صدير، ينزل يخش الجامع بقى يمشي كده شر صدير على أرض الجامع ويقول لك أصل أنا عايز الجماعة، أو واكل بصل ونفسه يعني يجي يأذي الناس حتى الملائكة تبقى مأذية منه، يبقى يقعد في البيت أحسن. واكل توم وبصل وبتاع يجي يخش ينيم المصلين، يعني مجرد يتاو كده تلاقي كل الصف نايم كده، ما ينفعش، مخدر. هي كل دي يبقى صلاته في بيته أحسن ولو فريضة، أو ليس عنده ثوب يكفيه لستر عورته لفقره، يصلي بيه يلبس فستان مراته ويصلي بيه استبيع ورد، لكن ما ينفعش يلبس فستان مراته ويجي الجامع لأنه تشبه بالنساء، وهكذا. يبقى في الحكايه الاحكام بايه؟ بتتفاوت على حسب احوال المكلف. فالافضل ليه؟ ما يكونش الافضل لغيره. الامام مالك بن انس صاحب المذهب المشهور ظل 20 عاما يصلي في بيته ولا يحضر الجماعه. 20 سنه درجه تلامذته زعلوا قوي، قال لي بقى الامام اللي بيعلمنا ما يصليش الجماعه واحنا بنصلي الجماعه. فمره واحد تجرأ، هو كان كله هيبه يخافوا الناس منه. فواحد تجرأ كده وقال له لما يا إمام لا تصلي الجماعة؟ قال ليس كل عذر يقال. كتب قال له انت حشري، عايز اقول لك العذر بتاع افرج العذر بتاع محرج يا اخي، وانا مش عايز اقول ليه تتدخل، خليك حسب الظن بالمسلمين. لما تلاقي راجل عالم كبير ويصلي بيته قول له ما اصلي خلاص، مش تقول ايه ده ما بيعملش بعلمه ده منافق. دلوقتي سوء الظن هو المنتشر، لا احسن الظهر للناس. وانا اعتقد ان الامام مالك كان ممنوع من حضور الجماعه بامر الحاكم امن الدوله ايام. ده كان الحكام ايامهم كانوا اشد من حكام الظلمه والظلمه دول، لانه كان يصرح بايه؟ بحبه لاهل البيت والنسل سيدنا علي والحاجات دي كلها. وكان في الفتره دي كان اللي يصرح بمثل هذا يبقى يعتبر ضد الخليفة وضد الحاكم وضد مش عارف ايش، ومانع كبير. فمحتمل يكون من ضمن الاعذار ان في حاكم ظالم منعك. يعني انا امن الدولة مثلا قعدوا فترة طويلة استدعوني ايام كنت ساكت في المانيا وقالوا ما تديش دروس، انت راجل دكتور جراح خليك اعمل جراحات ومالكش دعوة بالدروس المسائل. قلت لهم بس انا من اهل القران حافظ ومعايا ليسانس شريعة ومعايا اسانيد واجازة. قالوا معلش انت دكتور كلموني باحترام وكل حاجه بس منعوهم. قالوا ما تديش دروس في مصر. قلت لهم حاضر ما تديش ان شاء الله. وفعلا امتنعت 6 اشهر. وقلت له طب افرض يعني ايه قدموني للصلاه اصلي امام ولا اصلي مأموم؟ قال لي لا ممكن تصلي امام. والله حصل. واخد بالك؟ فبقيت اصلي بالناس امام، اللي يجي يسالني بسؤال فقهي قول له روح دار تاني ماشي ملتزم انا امنيه ما بجراش حاجه، لحد ما رحت اشتكيت لسيدنا رسول الله والله باحترام طبعا، يقوم ربنا يحلها لي بطريقه من عنده. رجعت بصيت لقيت جاي لنا دكتور يتمرن عندنا جراحه اوعيه دمويه، دكتور صغير من التلفزيون، فبيشتغل معايا كل شويه واحد يسالني سؤال ديني. قال لي يا دكتور انت تعرف الدين يعني معلومات كتيره كده؟ قلت له يا سيدي ما انا عندي معلومات وعندي شهاده لكن بتوع امن الدوله منعني. قال لي مين اللي منعك؟ قلت له اسم الراجل. قال لي ده صاحبي.
والله يتب. ده صاحبي ده صديقي ده كان معايا من ابتدائي لحد ثانوي عام. طب انا هطلبه لك دلوقتي. والله ده اللي حصل. راح طالبه على المضمون بتاعه. قال له انت تمنع ليه الدكتور يوسف ده استاذي ده هو اللي بيعلمني ازاي تمنعه؟ قال له طب خلاص هاته بكره وتعالى نتقابل بعد العصر. اداله معاد روح ناره. قال لي ادي دوس. والله يا جدع ده فيعني سبحان الله ربنا كفانا همهم. قصص طويله مع ان الدوله يعني بس الحمد لله ربنا كفانا همهم كلها استدعاءات ونروح بامان الله. بامان الله والحمد لله ربنا. يبقى ايه؟ لو امن الدوله قال لك ما تصليش جماعه خلاص صلي البيت يبقى صلاتك في بيتك الافضل. لا تعرض نفسك للفتنه حاكم ظالم هيضايقك خلاص صلي البيت ما يجراش حاجه ويبقى صلاتك مكتوبه في بيتك في حالك انت افضل. فهمت بقى؟ وهكذا يبقى ايه في اعذار كثيره قد تمنع الانسان من صلاه الجماعه. لكن ما تعملش بقى ايه وانت منفرد تعرض نفسك للفتنه. جنه واسع والحمد لله والحكايه سهله. لما تجد على الخير اعوانا اذهب لا تجد على الخير اعوانا اسكت وسلم امرك لله وفوض لحد ما ربنا يكفيك ما اهمك. وكانت هناك عله مثل ان يكون مغضوبا مغصوبا. يعني افرض المسجد مغصوب ارض مغصوب عملوا عليه مسجد وهو ده اللي جنب بيته ما تصليش فيه لأن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام وبطلع على مذهب الحنابلة. فاهم؟ ما ينفعش. يقول لك أصل دي أرض الدولة. لا ما فيش دولة. دي أرض مثلا في ناس كتير يبقى مثلا في حاجة يقول لك إيه دي حريم للسكة الحديد أو ده حريم للري. كويس؟ يجي الناس يتعدوا على حريم الري أو حريم السكة الحديد يعمل فيها مذهب. كتير قوي. واخد بالك؟ ما تصليش أنت في هذه المسألة. ويجي بقى المسؤولين عن الري او مسؤولي السكه الحديد ايه يشوف الناس بتصلي في المسجد ولا الحديد بتاع يخاف لحسن ايه يزيله الناس تتعدى عليه ويقولوا شوف ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها يخرب بيت. الناس هتقول له كده الايه في حين ان الايات برضه بتمنع غصب الارض مش كده برضه والله الطيب لا يقبل الا طيب. فبيبقى فيه يبقى لو كان المسجد على ارض مغصوبه والمسجد الضرار بينشر بدع لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه لا تقوم فيه ابدا. قال له كده في مسجد الضرار. يبقى لو كان مسجد ضرار ومسجد درع تصلي فيه بصلاتك بيتك احسن. واضح كل دي مسولات امتى تبقى الصلاه مكتوبه في المسجد افضل وامتى تجوز تصليها في بيتك وهكذا. أو إمامه فاسقا أو الإمام اللي بيصلي في الجامع ده فاسق. فاسق يعني إيه؟ يعني مجاهر بالمعصية. تقوم تصلي بيتك المكتوبة وتروح تصلي خلف الإمام لإدراك الجماعة. شفت بقى الطريقة؟ ما هو الرسول قايل لأبي ذر كده. قال له إيه كيف أنت يا أبا ذر عندما ترى أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو ده فسق تأخير الصلاة عن وقتها مش فسق؟ فسق. أم قال له ما أفعل يا رسول الله؟ قال صلي أنت لوقتها ثم صلي معهم. عشان يحضر الجماعة. شفت بقى الطريقة؟ هو النبي بينها لنا بقى. وعشان كده يا جماعة الحجاج بن يوسف كانوا يعملوا إيه؟ يصلوا الأول الفريضة منفردين. يجي الحجاج يصلوا مجتمعين معاه خلف لإدراك الجماعة. واضح؟ فده فقه الصحابة اللي غاب عن ناس كثيرين مش فاهمينه. أو إمامه فاسقا وما أشبه ذلك فإذ ذاك في البيت أفضل. وكذلك فعل السلف حين فسق بعض الأئمة كانوا يصلون في بيوتهم ويصلون معهم نافلة لإدراك الجماعة. واضح؟ تبقى بالنسبة له نافلة لأن زيادة مش هي الفضيلة لكن يدرك فيها فضيلة الجماعة. يوم ربنا يشيل الجماعة هنا يحطها في الصلاة اللي صليتها بيتك ويخلي الصلاة اللي خلف الإمام دي هي اللي النافلة. دي من رحمة ربك. ليه؟ لأن في علة. هنخلص بس الحديث ده النهارده.
الوجه 17 فيه دليل لمن يقول ان الفرد والمكتوب وتلك الخمسة الألقاب في الفرد على حد واحد. يعني ما يقول ايه الفرد يقول لك المكتوبة يقول لك تلك الخمسة كل دي بتشير على معنى واحد واضح على حد واحد. يؤخذ ذلك من قولي عليه الصلاة والسلام ساعات تقول الفرد وتقول المكتوب وتقول الواجب كل ده على حاجة واحدة. يؤخذ ذلك من قول عليه السلام إلا المكتوبة وهي المفروضة فعبر عليه السلام بصيغة الكتب عن الفرض. الوجه 18 فيه دليل على طلب المندوبات. يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا فإن هذا أمر وأقل أحواله الندب. قال له صلوا في بيوتكم واخد بالك ده أمر وأقل أحواله الندب مش كده برضو يبقى يعني جعلوا المندوبة في بيوتكم. الوجه 9 والأخير فيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون إن إخفاء الحالة هو الأكمل في الأحوال. النبي اتخذ حصيرة عزل نفسه عن الناس يبقى إخفاء الحال في العبادات النوافل أفضل جمعا لحالك وعدم طلب الشهرة. ويؤخذ ذلك من قول عليه الصلاة والسلام صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة لأن زيادة التنفل بعد أداء الفريضة زيادة في الإيمان كما قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى يزيد بزيادة الأعمال يعني الإيمان يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة في الإيمان حال من أكبر الأحوال. وقد نص عليه الصلاة والسلام على أن إخفاءه أفضل فصح ما تأولناه وقد قال بعضهم اجعل قلبك خزانة سرك ومولاك موضع شكواك رضي الله عنهم عنا بهم ومن علينا بما به من عليهم لا رب سواه ولا مرجو إلا إياه. ونقف على حديث جواز المشي في الصلاة غدا إن شاء الله. تمشي في الصلاة يعني تروح تقضي مشوار يعني وانت بتصلي ولا تعمل ايه؟ هنقوله لك بكرة يقول لك المسلسلات لازم يقف كده على حته مهمه يقعد يقلد المسلسلات بس التشويق للعلم. والله تعالى اعلى واعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل اطول صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدي.